مختار لاعب النادي الاهلي مواليد 2001 ديفندر ومنتخب مصر الشباب. يضغط مره ثانيه النادي الاهلي. عربي وركله جزاء للنادي الاهلي. عربي بدر هو انا بدات كوره كان عندي 5 سنين، كنت بلعب يعني في المنطقه عندنا وكده، فجيت والدي ووالدتي كلموني وكده ورحت اتمرنت في مركز شباب كفر حكيم عندنا. لعبت موسم واحد معاهم كانت اكاديميه، بعد كده رحت مع كابتن سيد البراجيلي في البراجيل، كنت بلعب معاه دوري اكتوبر. فالحمد لله جيت من عن طريقه جيت النادي الاهلي اختبارات، فمن ساعتها الحمد لله جيت. كان كابتن ياسر محمدين ماسك 2001 وكان كابتن احمد جمال، جيت كنت في وقتها كنت معاهم وكده واختبرت وقبلت في الفتره دي، والحمد لله بقيت موجود في النادي الاهلي. يعني انا وانا خارج من البيت كده يقابلني ناس في الشارع، ازيك يا كابتن، ازيك يا كابتن، فحاجه انت غير اي حد، غير مثلا يعني واحد في غير اي حد، انت بتبقى مختلف عن ناس كتير. اسمك يعني في النادي الاهلي، موجود في النادي الاهلي، بتتمرن مع الناس الكبيره، بتتمرن مع فريق الشباب، حاجه كبيره جدا. طبعا اكيد طبعا كل مدرب بيمسكك او بيمرنك بتاخد منه حاجه مفيده اكيد. يعني كابتن في البدايه كان كابتن احمد جمال وكان كابتن ياسر محمدين، فتاني سيزون كنت مع كابتن محمد شرف وكان كابتن اسحاق، جه موسم كنت مع كابتن احمد سراج وكابتن اسامه زكي. كل دي كانت فتره ال 2001 وكنت مع ال 2000 وجيت اتصعدت مع 99. فجه في الفتره اللي هي السنه دي الحمد لله كان كابتن عادل عبد الرحمن كان ماسك فريق الشباب، ماسك فريق الشباب، فانا بقيت موجود معاه الحمد لله. كابتن عادل عبد الرحمن اب ليه، واكيد انا بشكره جدا على ثقته بيا الحمد لله، وكابتن ياسر رجب ثقته بيا برضو طبعا، كان يعني لهم فضل كبير جدا عليا. وكابتن عادل عبد الرحمن من اول يوم جيت معايا حسسني يعني هو اب ليا بصراحه، يعني انا بشكره جدا في الحته دي. اكيد طبعا انا اتعلمت حاجات كتير في النادي الاهلي، اتعلمت ازاي اتكلم مع الناس، اتعلمت ازاي حواراتي، اتعلمت كل حاجه من النادي الاهلي، ويعني ده بيتي يعني الاولاني مش التاني يعني. وان شاء الله كل واحد نفسه يجي النادي الاهلي يعني ان شاء الله اشتغل، وما فيش مستحيل يعني اللي انت تبقى موجود في النادي الاهلي، ان شاء الله تبقى موجود في النادي الاهلي. انا لا طموحات كتير قوي، نفسي ابقى انا بطلع كل مجهودي وكل حاجه عشان ابقى يعني اطلع فوق في الفريق الاول، وان شاء الله ان شاء الله لما اطلع ان شاء الله اطلع فريق اول ان شاء الله ابقى مختلف تماما ان شاء الله. لعيب النادي الاهلي بيمتاز يعني بشخصيته بقوته بحاجات كتير جدا، فيعني احنا يعني الحمد لله احنا يعني انا مختلف كتير عن انديه تانية الحمد لله. كابتن عصام عاشور قدوته وسلوكيات خارج الملعب، ويعني انا لما طلعت فريق اول في فتره من الفترات من قريب، فهو اتكلم معايا قال لي ما تخافش اتمرن زيك زي اللعيبه، ما فيش فرق ما بينك وما بينهم، واتمرن لنفسك واتمرن وحاجات كتير كده. طبعا بشكر مامتي وبابايا طبعا على مجهودهم معايا، يعني انا يعني لو اتكلمت عليهم كتير انا مش هقدر يعني اللي انا ارد لهم جزء من اللي هم عملوه معايا يعني، فانا بشكرهم جدا من خلال قناه الاهلي والنادي الاهلي، فانا بشكركم جدا يعني. طبعا كابتن حسام غالي يعني بنشكرك جدا يا كابتن حسام على اللي انت اديته في الملعب وخارج الملعب، فبنشكر حضرتك كتير. ده حبيب الملايين ده يعني كابتن محمد ابو تريكه، يعني هو على فكره يعني جار يعني انا هو في ناهيه وانا في كفر حكيم، فيعني بنشكره جدا كابتن محمد ابو تريكه. ريان تصويبه عدت عربي جول جول جول. طبعا بشكر جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله ان شاء الله يعني نقدر نشيل تيشيرت النادي الاهلي واسم تيشيرت النادي الاهلي، ونجمع اكتر من البطولات ان شاء الله، افريقيا وكاس مصر والدوري، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم.